السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال مازلنا في المهازل ومازلنا في ضرب المنتخب الوطني وضرب الرياضة الجزائرية. حابين يتدخلوا الاتحاد الأوروبي، عفوا تدخل الفيفا، لو تدخلت وحاسبت الجزائر على أن السياسة دخلتوها في الرياضة، هاك على بالكم واش يصرى. ما كان لا كوب دافريك، ما كان لا كوب دي موند، ما كان لا إيكيب ناسيونال، ما كان والو. كرة القدم باي باي. واش هم حابين يديروا لنا دوك؟ واش دخل الوزارة احنا واش نعرفوا؟ نعرفوا ان اليوم وليد صادي ومدور وإيغيل مزيان راحوا يكملوا يكومبليتي سقموا الدواسة ديالهم وراحوا يحطوهم وتبان النتائج. لكن باش يحطموا إيغيل مزيان، مع العلم اني حاب التغيير انايا كومبلي، هذوك باش كنت نقول لكم باللي نحوهم كاع انا على بالي عليها، قلت لكم باللي يصيروا مشاكل لو قعد ان كلون مع ان كلون تروا كلون، هذا يخبط في هذا. لكن اليوم جا كلون اللي خبط ديريكت، خبط إيغيل مزيان سما طيرو مدوار ما عندوش شرعية باش يبقى وليد صادي ديالهم باش يخدموا به. ليسونسيال انا قلت يتنحاو كاع، وهضرنا وتعبنا، جيبوا لنا لي جان كومبيتون يهضروا انجليزيه مليح، يعرفوا يقابلوا في اوروبا في افريقيا مع هاد الكاف هذه اللي فيها العفن معمر. على كل حال شوفوا اليوم تزاير تيوب واش نشرت عبر صفحتها الرسميه، اللي والله العظيم غير شيء نورمالمون ما ديروش، لانه نشرت هاد الصوره هذه، نشرت برقية بعثتها الوزارة على تدخلت في قوانين الاتحادية. اتحادية احنا نعرفوا بلي اتحاديات في العالم كاع عندهم قوانين داخلية تاعهم، ما تدخلش الوزارة فيهم. لكن اليوم الوزارة تدخلت في قوانين الاتحادية. واش دخلك؟ واش دخلكم في الاتحادية يا اخي؟ في الاتحادية عندها قوانين ديالها، بنود تتبعها، عندك هذه ما عندك هذه، تروح. علاش تدخلوا وتسمعوا واش كتبوا في تدخلوا على باش ينحوا إيغيل مزيان؟ شفتوا كيفاش راه يضرب؟ علاش قلت لكم التغيير انايا؟ شفتوا الناس؟ لا جيب هذا مليح، ولا ما كاش مليح في القدام، صدقوني غير ما كاين مليح وما كاش وما راحش يكون مليح. حنا حبينا التشبيب وديجا كومبيتون واللي ما يديروش هاد المهازل. دوك هكا سما تقدر دوك الاتحاد الدولي لكره القدم يقدر يبعث برقيه يقول لهم حبسوا، سي بون بركات، السياسه دخلت في الرياضه، دخلتوا في قوانين تاع الاتحاديه. الوزير حماد يبعث برقيه، تابعوا معنا نقراوا البرقيه من بعد نتكلموا. والله العظيم غير مازال. وجزائر تيوب بكل فرح وسرور راح تحطتها في الصفحه الرسميه ديالها، وعلى بالهم باللي العالم صغير وكاع عم يتابعوا في هذه المشاكل تاع الجزائر. دوك غير يشوفوا باللي الوزير بعث للاتحاديه سبب السياسه تدخل في الرياضه. تابعوا معنا. عفوا، وزاره الشباب والرياضه تعلن الغاء نتائج الجمعيه الانتخابيه لوداديه قدام اللاعبين بسبب عدم حصولها على ترخيص قانوني. صحيح طبعا لا إغيلة. الوزارة وفي مراسلة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحصلت عليها جزائر تيوب، أكدت عدم شرعية انتخاب مزيان إيغيل على رأس الودادية ما سينتج عنه خروج إيغيل من السباق على رئاسة الفب بشكل نهائي. لجنة ترشيحات كانت قد مددت مهلة إيداع الملفات بأسبوع إضافي من أجل منح المترشحين فرصة لاستكمال ملفاتهم، هذا على بالنا بها. المهلة تنتهي اليوم، مع العلم أنها رفضت ملف مزيان إيغيل بسبب عدم شرعية التفويض الذي تحصل عليه من الودادية في وقت سابق بصفة نائب لرئيس علي فرقاني. هذه قاع سمعنا بها، علي فرقاني ساحب هو اللي طلع رئيس، قال لك ما سمحوا لهمش. واش دخل الوزارة هنا؟ يا خاوتي انا ما نعرفش نقرا سنه اولى، معليش بيبي ذاك طفل صغير تقول له هذا الكلام، يقول لك هذا داروه باش ينحوا إيغيل ومدور ما عندوش شرعيه سما، ما جا عندوش الباك ومنا. ووالد صادي سما راهم يضربوا عليه سما، هو اللي راح يبقى وحده في السباق، ومن بعد يجوا هذوك هكا ويديروا هذيك الورقه ويكتبوا هذيك الورقه ويقولوا له باللي انت هو رئيس اتحاديه اللي تكمل عام ونص. شفتوا كيفاش تخطيط؟ لكن الوزاره انا في هذه اللحظه هذه عرفت باللي كامرون الجزائر العوده هنا هذاك الماتش اللي خسرناه سما اللي ما طلعناش به الكوب دي موند،
دواء في الثواني الاخيره. صدقوني غير كانت فيها ايادي داخليه دوكا، ما كان لا كصامة لا قدور. ثانيا الملاعب والارضيه الميدان، اراضي تاع الميدان تاع العشب، هاكو شفتو كاع صفوره بنفس الاسفيرال، فعلا تفاعل مسخرش بيا. ملعب نيلسون مونديلا ضربنا به المثل وكنا نهضروا ونخرجوا في صدرنا، شفتو كش ولا؟ شغل شاب، شغل شايب، شغل شاب، بكل احتراماتنا للناس شايبين، شغل شايب شايب والله العظيم. بيد هنا عرفت باللي كاين ايادي داخليه نقولوا اللي ما يحبوش وطنهم، والله ما حق عليهم واش راهم يديروا. صدقوني كيفاش راح تلقاوها، كيفاش راح تلقاوها عند الله، كيفاش انا هادي اللي راني حاب نفهم، كيفاش تلقاوها عند الله بهاد المعاملات؟ كيفاش الوزاره على بالك انت باللي كنت تدخلي الفيفا تتدخل وتقول لك بلي ان السياسه دخلت في الرياضه، وتبعتيها وتزاير تيوب تحطها في البند بالبند العريض حصري لتزاير تيوب، سما باللي الوزاره هي اللي بعثت للاتحاديه، على بالكم باللي عاقبونا كي يشوفونا دخلنا من السياسه للرياضه، علاش تتدخل؟ سما كتاك دير فيها بالعاني، اكو ديروا فيها بالعاني، واش انا قلت لكم كي اخي كي مدور كي صادي ما نسحقوهمش. يا الشعب كتبوا في الفيسبوك ديروا حمله ما نسحقوش هالثلاثه، الثلاثه ما نحبوا عباد جداد، فهمونا يا ناس. بدل المراه تستراح، بدل لي هادو قلت لكم يجوهم بالحد كي ندخلوا نخدموا، يجوهم السلطه الدوله هكا تجيهم، انتم كاع راكم هنا ما زيدوش كاع تجوا راكم مسرحين، روحوا والمحاسبه من بعد انا نبعث لكم بالواحد. نورمالمون هكذا انا جبنا لي جان، انا جايبين هاد الشيوخ هادو ما اقسم بالله العظيم. انت مسخر بيا تقول لي عنده جامعه وديرها لي، قال له دراجه حط دراجي، قال له قرا نهار قرا نهار في الجامعه وجات من تونس الشهاده. تمسخروا بالشعب ولا بينا؟ شكون حاسبين ناكلوا من ودنينا حنايا؟ والله العظيم غير بركات، صدقوني غير سي بون سي بون، باش هكا تفضح بلادك باللي الوزير بعد الوزير بعد الاتحادية على القوانين وعلى إيغي مزيان باللي ما راهوش خلاص ماهوش مقبول. ماشي قوانين تاع الوزارة، قوانين تاع الاتحادية وحدها، الاتحادية عندها قوانين وحدها ما تدخلش كاع الوزارة. الاتحادية كأنها شغل تسمى وحدها على الوزارة، عندها رئيس اتحادية وحده وعندها. يا حماد يا حماد دوك انت كيفاش قريت ما قريتش، كيفاش تحط تبعت برقية كيما هذه قنبلة هذه بعدها يا حمد، قنبلة هذه. والسبب الرئيسي اللي كان يدناو لينا الفيفا هي هذه البرقية، هذه البرقية اللي كنت نقرا فيها. واش دخلك انت في ايه غير لك انت تقولوا حياديين؟ اكو تبينوا باللي حمد حافظ الدراجي وليد صادير وراه واقع كيف كيف، اكو تبينوا فيها بينتوها للعالم خلاص، اي باينه دوك اي واضحه. البارح جمال بالماضي تكلم زوج كلمات لخص كلش، تكلم كلمتين فقط، كلمتين بالماضي، ما وزير ما والو، انسان عادي، ما جميع دوك باش نقرا ونضحك الجاب، ما جميعي ما والو، بصح تكلم كلمتين لخص كل شيء. شفناه درت فيديو في التدريبات يضحك يلعب مع الناس، قال لهم حاجه سهله باش نلقاو شكون راهو المسؤول على مركز سيدي موسى، وقال لهم كاين سبعه او ثمان اشخاص اللي راهم ضدنا. السلام عليكم، وجا رايح ابتسامه خفيفه، لقينا مع لي جوار يلعب لي باس جونفلي عادي، هو راه في الفريق الوطني. ونزيد نقول لكم عبد المجيد تبون رئيس الدوله الجزائريه يحب جمال بالماضي، احب من حب وكره من كره. السلطات العليا تحب جمال بالماضي لانه عمل له جاب وفرح هذا الشعب والدوله ديالنا، دوله سمى الدوله الفوق. واش تحب في انسان كيف فرح شعبه؟ واش تحب في اداري كي يخدم خدمته ويمد الناس كوارطهم يخبيهم في الدرج باش يمدوا له كذا باش يعطيهم له ويجريوه؟ انا شوفه ها واش تحب الدوله، تحب تفرح شعبها. جمال بالماضي فرح شعبه. ونقول لكم هاد ثلاثه خاوتنا، انا نهضر شويه من نرفز نستنى نتكلم خير. هاد ثلاثه عباد هادو خينا. النهار الاول قلت لكم خاوتنا ماشي زعما راني مليون، واش قلت لكم؟ التغيير الشامل، نريد وجوه جديده وشباب وشبان يكونوا يعرفوا يتقنوا اللغه الانجليزيه ويهضروها بطلاقه، يعرفوا يخطوا يدهم على الطابله لما يخرجوا لافريقيا، يعرفوا يتكلموا مع الناس، يعرفوا يتوغلوا. هكذا كنا نهضروا هكذا.
أقسم بالله لا إله إلا هو، لو داها واحد فيهم لي جا دوك على بالي زيها وراح بقى واحد داها واحد فيهم صدقوا لي غير رايحة للخراب، رايحة شوف هذيك الوطنية نهار، لأنه يحبوا ينحوا بالماضي. هذه حاجة الأولى، صدقوني غير حاجة الأولى، حاجة الأولى مفيزين على بالماضي، داروا له كلش وما قدرولوش، بالماضي يعرف يتكلم يعرف يتفاوض يعرف عادي. حاجة الثانية، البطولة الوطنية راهي في الهوية تزيدوا نهبطوا تحت الأرض. حاجة الثالثة، صدقوني صدقوني وصدقوني، غير نعاودوا نولوا الكرة القدم تاع وقت اللي يجي لهنا يربحنا، اللي يجي لهنا يربحنا، لأنه لو بقاو ثلاثة كل واحد عنده ليكلون تاعو، كل واحد عنده ليكلون تاعو، يكذب عليك، كل واحد عنده ليكلون تاعو، عيب وعار تحطوا برقية كيما هذه تسقطوا بها الجزائر. وقلت لكم كلمة عندها يومين، قلت لكم انتظروا هذه الأيام فقط أحطي الرؤوس من الكرة الجزائرية، من الرياضة الجزائرية، رؤوس كبيرة راح تبدا تتنحى، لأن الدولار راهي تشوف، صدقوني غير راح يبداو الإقالات، الإقالات ديرك، إيه اللي يبعثوها له ديرك، أكسسوار راك أنت مشي، زيد أنت مشي، زيد أنت مشي، كاع كاع ينحوهم، لأنهم ما مش يحبوا الوطن هذوما، حنا نضلوا نتعبوا هنا، والله غير راني عيان، عيان وتعبان، صدقوني غير عييت، ونقول لكم صدقوني غير تعب، تعب عييت مرة ما قدرتش كيفاش كيفاش حيروني حيروني. عياوني عباك راني نتبع فيهم هذه شهور سلسله، انا بثلاث شهور ولا اربع يا مشاكل مشاكل، كل واحد يضرب بجهته، حايط قنوات ليه، حايط صحفيين ليه، بعد يتلاقاو ولا يهضروا في الواتساب باش ما يسجلوهمش يهضروا، اسمع راني خبطت انا كذا هكذا، راني خبطت هكذا هكذا، الهضره ديالهم هكذا، ولا يتلاقاو في اماكن ويبقاو ويداو انا اسمع غدوه تضرب هذا غدوه وهي رايحه، جيبوا لنا الوجوه جديده، نطلب من الرئيس عبد المجيد تبون، نطلب من الرئيس عبد المجيد تبون، لو وصلك هذا الفيديو يا عمي تبون، يا رئيس الدوله الجزائريه، يا اللي الشعب يحبك، شوف لنا حل هذوما، لانه عصابه كبيره تاع كره قدم راهي، عصابه كبيره من فوق حتى الاقسام السفلى، عصابه عصابه عصابه، خلاص خلاص بزاف بركات، خلاص يا نمار نطلب الله وبقى لنا رئيس الدولة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلاص ما نشوف لا وزير منها من حتى واحد، أنا ثقتي في الله وفي عبد المجيد رئيس الدولة الجزائرية عبد المجيد تبون، هذا ما كان، باش تتحط ورقة يشوفوها، يتحط ورقة اللي قادرين دوك يعاودوا يبعثوا لنا الفيفا يقول لنا السياسة دخلت في الرياضة، أنت ما عندكش في راسك سي بون، هنا عرفت بليك وحبيت تحطموا الكرة الجزائرية وتحطموا الفريق الوطني، ما يلعبش كوب دافريك وما يلعبش كوب ديموند. تصفيات لا والو، خلاص يبعثوا البرقية أو إنذار، عيبو كان يبعث لك إنذار، عيب. قارة الجزائر يبعثوا لها إنذار، يقولوا لها السياسة دخلت في الرياضة. إن شاء الله تتنحاو كاع، تتنحاو كاع، خلاص خلاص كرهنا الوجوه القديمة، هذيك قلت لكم في الفيديوهات القديمة عندي شهرين، كرهنا الوجوه القديمة، نريد وجوه جديدة. نقطة إلى السطر، نعاودوا نطالبوا. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محبوب الجماهير، من فضلك لو سمعت هذا الفيديو أو قالوا لك أو يقولوا لك خاطش يلحقوا لك، بدل لنا كاع هذه الرياضة وشوف مع العصابة هذه، ربي يسترك، نطلب من الله يبعد علينا هاد الناس وربي يهديهم إن شاء الله، ربي يهديهم، أنا هذا واش نقول، ربي يهديهم ويهدينا إن شاء الله، ونقول شاركوا في قناة عبدو سبور وليل حديثي بقية، سلام.